الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مواجهات الإياب من المرحلة الثانية لدور المحترفين بالموسم الحالي غدا الخميس بمواجهة طلائع الجيش ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري. وتسعى كتيبة كوماندوز الزمالك لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب وتخطي كبوة خسارة مباراة القمة في الجولة الماضية، والتأكيد على أن الفريق عازم على الدفاع عن اللقب بكل قوة والاحتفاظ به في قلعة البطولات. ويدخل فريق يد الزمالك مواجهة الطلائع تحت شعار لكل جواد كبوة، وأن خسارة مباراة ليست نهاية العالم والبطل دائما يعود بقوة. وشهدت استعدادات كتيبة الكوماندوز حالة من التركيز والحماس على جميع اللاعبين في ظل الرغبة للعودة للانتصارات وتحقيق الفوز في جميع المباريات للاقتراب خطوة من اللقب المحبب لجماهير القلعة البيضاء. ويلتقي فريق يد الزمالك مع الطلائع غدا الخميس، ثم يواجه سبورتينج في الإسكندرية يوم الجمعة قبل فترة توقف الدوري التي تستمر لمدة 10 أيام بسبب معسكر المنتخب الوطني خلال الأسبوع الدولي. وخاضت كتيبة الكوماندوز خلال الموسم الحالي 22 مباراة في مسابقة دوري المحترفين، حقق أبناء ميت عقب الفوز في 20 مواجهة مقابل هزيمتين فقط. وتمكن الفريق الأبيض من تسجيل 774 هدفاً كأقوى خط هجوم في الدوري. تحديات كبيرة تنتظر فريق يد الزمالك في الفترة المقبلة على المستويين المحلي والإفريقي من أجل التتويج بالبطولات والصعود لمنصات التتويج كعادة كتيبة الكوماندوز، فهم دائماً صناع السعادة وملوك الصلاة في قلعة البطولات.